استاذ بكار خليك استاذ بشر السهره طويله سهره طويله يا استاذ بكار الكلام تاع سعيد بكل صراحه كي ناخذوه بصدقيه الكلام انت نفسك بينك وبين نفسك ده كلام مزيان وحلو لكن اللي هو ضد التطبيع يكون حليف للفاشيه الايطاليه اللي هي حليف للصهيونيه يكون حليف لامارات ومصر وضح لنا اخوي والله فعلا الكلام هو التطبيع خيانه عظمى كلام جميل التوانسه يحبوه ما فهمش ما نتصورش فما تونسي ولا عربي ولا فلسطيني ينجم يقول الكلام هذا غلط ولا مش باهي المشكل هو في الاستعمال ساعات الجمل الباهية وصائب عريقات كان في تعرف حكاية علاقته بشركات الإسمنت وغيره اللي هو كان مفاوض في الفلسطيني والمزايدات سهلة الكلام راهو سهل احنا نشوف الأفعال هل في الفعل وفي الواقع تحول هذا الشعار الجميل إلى حقيقة راهو اللي باش يحرر فلسطين ولا باش يحرروا تونس من السيطره الفرنسويه وسيطره الاستعمار القديم ناس احرار ناس عندهم كرامه وناس ما يخافوش قيس سعيد يخوف التوانسه يرهب فيهم الاحرار يضع فيهم في السجون وبالتالي حتى تحديه الحمى الهمامي بعمر قيس سعيد يقاوم في بن علي ويقاوم في بورقيبه ويقاوم في الظلم اي وانت ايش كنت تعمل وقت اللي حمل همام يقاوم في بن علي ويقاوم في الظلم ويقاوم في البوليس كان قيس سعيد يحاضر في لجان التجمع وكان ياخذ في الفلوس باش يعمل محاضرات ويرضي السياده ايام العصر التعيس كان يحاضر ايام العصر وقت اللي الناس كانت في الاحباس ولا ملاحقه اللي من بينهم حمل همامي ومن حقه أن يتحداه بالفعل قيس سعيد لم يقم بأي خطوة في اتجاه تحرير التوانسة بل بالعكس ألجم الأفواه كل يوم قانون جديد كل يوم مرسوم جديد للتضييق على الحريات والتضييق على الآمان وبقي 4 سنوات أو سنتين حتى في البرلمان السابق ما يعاب على السيد سعيد ما قدم حتى مبادرة هو سلطة تنفيذية عنده الأولوية لماذا غفلت يا سيد سعيد وأنت صاحب تطبيع خيانة عظمى علاش ما قدمش مبادرة وهذا سبب نعاود ونأكد أنه شعار جميل شعار يخرجه للحاجة وكما قال الأستاذ بشر في إطار حملة انتخابية في حملة دعائية رأي الحملات الدعائية جاك شيراك قال مرة في بعد ما سألوه على عدم تحقيق كثير من الوعود نعم. قال رأي الوعود لا تعني إلا الذين يعتقدون في صحتها وبالتالي هذه وعود وهذا كلام جميل الكلام جميل كما يقول التوانسة سهل بيعان الكلام سهل أنك تقول شعارات اللي ينتظرها التوانسة كلام الليل مدهون بالزبدة وهو يحكي في الليل أي هو يحكي في الليل وفوق من الحكاية في الليل راهي هناك قضايا حقيقية قضايا بسيطة قضية فلسطين هي قضية الأمة وقضية جوهرية اللي عاجز عن إيجاد الخبز للشعب نتاعه زايد يبدأ يعيط ويعمل في الشعارات هذه بصراحة نعم. ما تزدش على الناس وبالتالي نكونوا بأكثر لسيديتي وأكثر نفهم الدخول في نقاش بحد ذاته في الإجابة عن قيس سعيد هذا هو تجني على الحقيقة تجني على السياسة وتجني على المنطق اليوم السيد هذا لا يستطيع توفير أدنى الاحتياجات للشعب التونسي زايد يزيد عليهم في الكلام الكبير وباش يلهيهم هاو من الكلام الكبير يا أستاذ بكار